فصل في غزوة الحديبية. غزوة الحديبية فصل في لغوش الوريان. ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في ألف ونيف قيل وخمسمائة قيل وأربعمائة قيل وثلاثمائة. ولما كان مركو هذي ذو القعدة بش ذو القعدة من السنة سنة حقيقة سنة السادسة اللحاد مركو هذي ذو خرج بحي رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا حاليا في عمر ثنيا في ألف كن يوم نيف دور بقل قيل وحل يري وخمسمائة شم بقل قيل وحل يري وأربعمائة وخمسمائة وأربعمائة وثلاثمائة انت بيال يري وقيل وحك لين يري غير ذلك سدى سعانهين. فأما من قفك زعم شيئا أنه النبي إنما خرج إن الله حي في سبعمائة فقد أكلها غلب وقفي ويقفكاس. فلما علم المشركون المشركين في ملك وقالين بذلك أرنك جمع وحي كلين حبيشهم أرورتها ببكي سكين قضاها وخرجوا ويبحا من مكة سادين إيغو هرجوك سنية له النبي صلى الله عليه وسلم له سادين له إيغو أدين يكو هرجوك سنية عن الاعتمار عمريش هذا العام سنة إيضا عمريش النبي عليه الصلاة والسلام فصولك وحي أدين دينا يكو هرجوك إنه عمر يستوفى نبا يدعى النبي السعودي أو سوق السي وقدموا وحي صهر مريان يستوهر بغان على خيل فرض اللهم يدعو صغنا دي خالد من يسوى قصغن خالد من يريد بي يستوهر مريان إلى قراء الغميم قراء الغميم ماشا اللي إذا أنت كأبو يمد وخالفه قرم مري حبيبنا صلى الله عليه وسلم في طريقي وضبيبك قرم مري ماشي وكيم الميل عن أهم بوم مري فانتهى وحقار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية إنتكا وتراسل ويسدر درين هو النبي إيا والمشركون مشركين تبا يسعدر درين تراسل تفاعل ويه حتى جاء إلى أكي مادة سهيل بن عامر فسالحه له الشيء النبي عليه الصلاة والسلام. مركز دوابه ويسو ورسول بالله يسدر درين لولا بنعبة بكي حقا مكاكتك عثمان بن عثمان باكملها ولذا مشاورة عمر بن الخطاب مركب النبي ودوني عثمان بقى إذا قتل بدنه ماشى عثمان الله يدري من عمر بن الخطاب جاء عثمان بقى تجي فجب على الصدر دريت ثلاث سنوات السلا وثلاث سنوات وصالحه وحكوله شيء على أن يرجع إنه كان نقض عنهم كفار قريش نبي إنه كان نقض عامهم سنة كودا هذا كان إيه أن يعتمر إنه صاحب رئيس من العام المقبل سنة بين السوق بلسن فأجابه وكي عليه صلى الله عليه وسلم إلى ما وحي أنت كاسالة ويديان لما وحي جعل الله إلهي أوي علي عز وجل في ذلك أرنك أهشيس كأهو من المصلحة مصلحية والبركة بركة أي النبي أجيبي لما وحي إلا أطهي فأجابه إلا أطهي وأجيبي لما لأجل ما كدرتي جعل الله إلهي أولى عز وجل في ذلك الشيء كدحديثة ومن البركة المصلحة والبركة وكره وحن عي ذلك عرك جماعة كوحة من الصحابة خمد رضي الله عنهم منهم صحابة كوحة وحا خمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وراجعه حول النقضي أبا بكر أبا بكر الصديق في ذلك عرك سوكول النقضي أولي ربل ونيو سلاس سيتها يوكور بكير أبو بكر ثم راجع هذا نوح كل النقضيون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان وحن نقضي جوابه مصطفى جواب كيسي صلى الله عليه وسلم كما سيديون أجابه وأجيل الصديق رضي الله عنه وهو جواب كاسوحها أنه حبيبك عبد الله أدوان إبئينيه ورسوله الرسول في سين أويه وليس هنا نهين يبدأ يضيعه كيها يضيعه كيها اللينيه وهو الله من ناصره كوغر جار يؤيه
وقد استسقى وحاكو حيل إرادي البخاري بخاري هذا الحديث كو حيل إرادي في صحيحه نكوريي رحمه الله. فقاضاه لهشي السمي سهيل بن عمر با لهشي السمي مصطفى على أن يرجع إنه النقض عنهم كفار قريش حق وضع عامه سنة في سهداء كان إيو أن يعتمر إنه سواء رئيس من العام المقبل عامل كسوقا بلسان كسوسنة كسوقا بلسان على أن لا يدخل هنا لجل مكة إلا في جلبان السلاح قلب كأو قلكي سأم موياني قلب يعني قلكي سي قلك موياني إن أنا قلب مارك لسو قلن إيو الله يقيم جلبان هو سيفا قلكو دوي إيو الله يقيم إنو سنغا من حبيبكو عندهم أكثر أكثر وحكبدا من ثلاثة أيام سبح مالموت إيو على أن يأمن الناس بسو إني أمن هلان بينهم يجا إيو وبينه حبيبك 10 سنين 8 سنوات. فكان الوحي هيدا هذه تن الفتنة الصلح يروغا هشيس يروغا نوفوها من أكبر الفتوحات فرشوينك كوي أوغوا وينا للمسلمين نوؤه كما سيري قال غير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هشيس كبا في سعدائي وعلى أنه إساغ من شاء عمر يشأن يكدك من شاء منك إدوانا دخل إنه قال في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكي دورا إنو قالو عبد النبي ذا ومن شاء كي دورانا إنو دخل قالو في عبد قريش قريش بلن كيدا إنو لقالو إيو على أنه يريد أمر وشأنه لا يأتيه إنو سنو إمن إمن أحد أحد أو منهم إيجا كم ذا قال ذا كم ذا وإن كان هذا مسلما مسلم إلا رده وأعلن إليهم إيجا. وإن هذا أنت من دخل في عبد قريش ومن دخل في عبد رسول الله وحي قليا هل بدي حنفية بنو بكر يا خزاعة قال قلين النبي قال عليه الصلاة والسلام غير خزاعة إلا قلين غير أيوب النبي قال عليه الصلاة والسلام غير بنو بكرنا أي قال هذا قلين لبدا قويس نسيق العلو بأحايين الشيس كوحا كم ذاها لبدا آخر هدي إسلايان النبي ناوك الله لني هدي سقولة كم ذي أيوه يلسو إن لو إبراسين دون بلدك يدريين ما كان قولدك لأي أبنانان إني تلابا قادان إني أبنانان إيسو ما كان في ذا فعلا ندعي وأنا سبب الفتح وحن قنطونا بل برسكو دي أيو أهوي مقاردونا إن شاء الله فتح مكائه. وإن كان هذا هذا قفك أو إيمان إياه قال ذاك إيمان مسلمين ترى أو إيمان مسلما بها هذا إلا رده وأعلن إليهم إياك. وإن ذهب دمشق ما يحكو يجري حديث يا أبو جندل باي من يحجله بقيوده فسرده إليه صحيح البخاري وقصفنا أبو جندل باي من جلح الحديدية بلد أجيه لأن وكي أبا بصير يكوح لشهاته على سبيه مركز الضمباء تسوي ملاحة غلبي من حديث آخر سفي صحيحينك هذا ركتين معرفة قولون كأي كستمعيان عير قريش يسفره وضيه أبن أنت أفرستين وبني الشام مريسي جنوب مدينة مكانها كسر بحيسي ايه وقالين ودرنا فالقب النبي بيقولوا قليل ايه كسر صاحبة مصر اذان الشبهدين بيد الله هل كاسي سقبها ايه بصير نواكيد في الاسواق زي النبي وقلوا يقولي بي مسعر حرج من النبي وقالوا رد هيسان لها ولا وقت قال ايه بيقولي كان النبي لابن من كل الرعي من كوكس يجيك لنا صاحة حرارك كيف لو ان تاك كان بعد النبي كسر حقوق النبي هل كاكدن كوقف وقلوه لقد سأل هذا الدعرة ولا إن أرجع أحسن بعدين كم وقت بدي سوسع فيه لغفت صوت جرف قيلة موتة مالك سأل سأل أنا قلت دم الحلف دي وإيش يوضني وحالة ذاك بعضي. فأقر الله يا بوا سبي سبحانه ذلك كاس سبي كله تمام فيه إلا ما وحي مويان استثناء وصور ومن المهاجرات المؤمنات كبدها سوي جرون يا مؤمنات ومن النساء دمرة فإنه إذا نهاهم وكرر صحابة عن ردهن علم تولى إلى الكفار قال الله عليه وحرمهن دمر كوالا حرمي على الكفار قال يومئذ مالكا وهذا كاتن صوشا إن هشيش كاتب أمر عزيز وأمر أبد وما يقع عند غالبا في الأصول أصوص عن كل عموية أنا وحن عن شيء ناي وأرن آد وأدب أصوص عن كل يعني مارتي قبلها قار إلا صاحبه ولا يراد إياه سوء علمينا
لكن قالوا مسلم كي لما كان مسلم كي إيمانه يلعليه أول ما رأى قالوا كي أتجع على سوء علمي ما كان يسوى ديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحقاك دروس كثير موجيه يا رسول الله بجيه من قبل الدنيا مدح من محانه أقبله أو النبي عليه الصلاة والسلام مشاورة أي مصابة أفناه وحاكوجه أنت النبي يقول يا رسول الله سيدة ما لك سوء إسلامي قسمي سيكون شيء يجروه كره أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار نعم ألسنا مؤمنين وهم كفار نعم مكانسي لففي ما نقبل الدنيا يا رسول الله مدح من محانه أقبله أمرك إن رجع لنا لغو قاسو مركي حقا رجعوا دانا أن يعلموا سينو أقبله مركاسي قيسنا سهل كايري إن أني عبد الله ورسوله ولا يضيعني وهو ناصري هل كاسو من يا المتكلم أي لوضع صعاته هذا إلا أن إخبارا عن المحانك هذا مصنف باس عدي ومركوا لها سينو هو رمي سي غبي مبسي من حديث موسى الشيخين أثناء هو رمي سعادة هو رمي مصنفكو مركوا لها هو أنه عبد الله ورسوله الذي وليس يضيعه وهو ناصره أولها يعني سلا سيغة في الحديث معه النبي عليه الصلاة والسلام إصابه له إلى هاي إناء ضيع مايو يا المتكلم بأكودة جرسي إناء ضيع مايو وهو ناصره إسلا إيجا الجارة يؤدي ساسا في جرسي أكا وحكا لكوه نسي جرسي ما يرمان ليس خلاف بأكودة جرسي وهو كان عن طوشة إنه يتخصيص الصنة صنة الخصيصي ديلا ويهي أرين أي دار كنتها لخصيصي محال مخصيصي بالقرآن قرآن الوقصي لأن ما كان رمحا كجري قف كي يمادا قف بالعبرة هدئين قال هذا كم إذا إنا نسلح ليه إذن كلمة ولا مسلم بها أعضا وأنت أبو جد اللي يقعد لي قف كي مسلمين في إنتو كتك قال وقلت أنا ألف وعلي وأرين إسكو عكس يعني هاتي مركز شامل بها التاسي أهيد تخصيص السنة بالقرآن مركب هو ذا قرآن كنا يقول إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يصيبن ولا يدهن ولا يستطيع معهن بمؤمنات كيان لوع للوي ها يسر الشيء يقول ما نهلن وحول إذا جاءك مؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله الله فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم هل كانوا يليس إليه مصنفكو وحرمهن على الكفار إلهي قال له وكحرمي هذا كل جرسي ملكا مسلمات في آية داهرة مسحبة هذه سوء جريمة يقول مارس إيمانا يا النبي الله الشريع عليه الصلاة والسلام إن النوع علمين هذا كل جرسي ملكا تخصيص سنة القرآن إنت سكو الشيخية ومنهم واحد كلا كمل أئمة الإسلام هو جسمير الجمع على أبيه من بدع أده كثيري أركم با لا تخليه آية القرآن كم ملة سنة شام سمور كلا هو روح كنا فصلي وتصديق كثير أيها الولي مركان قف نداهنا قف الرب يزمر مركان أنا روح جديد ما تيوكل عيا مركان ملة الناس خبادين على كثيرة وقرآن كان قريبا صالح أي مرة كمل أساس إليه سلا مذهب أبي حنيفة أو كلية وبعض الأصوليين قيد أصوليين تكملة وليس معها هو كان الذي كي عليه كركيس أي كسوينهين أكثر المتأرخين قوة متأخرين قوة ضمبة إن طوضة طبعا أي مرة ضمبة خلقها فبعض الضيسة ليانا ما يمركي لقاها اللي يبقى قبلكم يسرين ماشي بل هل ما يلبى إسلاها اللي يرهد إسلاها اللي ما ماشي قاها اللي وكا والنزاع في ذلك قريبا مرن كان في وقت كده وفيه مال دير مجازفنا تاسع وراء مال دير مجازفنا إني حاسلوا إلى مراقشة في اللفظ وحي أم قرن حاسل كيسو لفظ كان المحل وريد ديري مياني هدى حكم وينه اختلاف كتره وكلها يسنف كمان يسيره وانا السلاسي إمارة وشيغة يوهي وقد كان وحوها مصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح انت وريه الشيس كانت عنبو بعثت إلى عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه الله كراب النور إلى أهل مكة يؤدر يعلمه مسوغ أبيسين يا عثمان أنه مصطفوه لم يجيء مصنوئما من لقتال أحد بطل الدجال لكيئه وإنما جاء يمغي منه المعتمرا لسوغ أمري ثانية فكان وحاكم من مغلس من سيادة عثمان سيدي مريس وحاكم من مغلس رضي الله عنه أنه عثمان عرض على عرضه وحيوبا بيان عليه كل فتاة المشركون الضواف بالبيت فأداء عليهم وكبيره وقال يقول الله طوف الضواف ما يبيها كعبضة
قبل رسول الله رسول كلا يرتي صلى الله عليه وآله وسلم أنتنا وخصوصيات عثمان بن عفان عزيز بعد بدن كدرت هي النبي جعل في عليه الصلاة والسلام هي ماشي كم وغني سوق صحي إنتم مكان صلاي أو مكان مكان تجي أو دواسي أو أد لوسي على أدم سوتي الله هي بقوه هلاي أي مارس يهدني رسول في إله وأنا أرتدي دواسي أنا إنسان دواسي مارس كعبة كلمة هي بس ولم يرجع مصر مغنين عثمان وعثمان عثمان عثمان مصر مغن ما لا يصرف الإسلام وينين رضي الله عنه حتى بلغه إلى السوق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عثمان قد قتل إلا بأنه أمر يشأنه قد قتل عثمان عثمان إلا بلي فحميه لكل ماضي لذلك أرنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعاه حويلة أصحابه وأصحاب سيسة إلى البيعة بأويلة على القتال دقال مدير الشيء فبايعوه وإلا مبايعوه تحت شجرة جيل هستي هناك علقة قصدا وكان ذو حياهي ثمورة قرح بيهجيت كل يرهده وكان وحيها عدة من بايعه بك الله الشيء النبي قتره وحيها هناك هلك كله الشيء جملة من أم بيعها بد أروتي أم بيعها لسوء الجي بك أم بيعها قدمنا أن صار شيخنا هرئ المريني أنه إسوا خرج إنه لبحى نعم النبي قم عيسى للسريرية سنة أولى لبحى إلا الجد بن قيس جد بن قيس كالأورنجري موليان oo fiin oo kaana waxa qadista sala key isku qariye fiti loogu ku gabadhay aan oran jiray munaafaqnimo ayaa ku jirtay ay satara wuxuu isku qariye dibaaciirin aw la wiisada usugnaaday nifaqan munaafaqnimo oo min hisa ka aatay iyo wakhdillaanan hungo ilaahay la dabay biidabka inuu ka hungoobo ilaahay uu la doonay weeye wala aba suraiha ninka la yiraahdo mooyaan waa xudayfa tan uu sayidin la oran jiray fiinow shahiid uu tagay الحديبية الحديبية أيوت قيل وحلا إنه لم يبايع لبابا أوسن لم يبايع عن النبي قيل وحلا بل بايع وليش يا النبي أنت هو أقوال مسكر صعته في هذا النفاق لكم مدر صحابي أبا صريحة وكان وحاها أول ما أول وكان وحاها أول من بايع قف له شيء في يقول هي يوم إذن ما رنت أبو سنان صحابي لورجل وعلي بن محسن وأخوه كاشف بن محسن وكاشف بن محسن ولالكي وي وقيل وحي المي ابنه من الكيسيب هايو سنان ابن عبد السنان لأورنجري وبايع وحليش يا حبيبك سلامة من الأكواع يومئذ ما لنت ثلاث مرات سد حجر سلامة من الأكواع رجل له بأس نعدو نمو حقها بلاير وهو ما نفيد جيس نمو حق أرض انتباله مركز أهمية بعض السيام وقتها حبيبك لنا عبقرية بشأد وبما يمارسي فهم أولي إلافاتك يدلالك يبعثك عدة سمعين كرتا عليه الصلاة والسلام مركا فتح جار بالله شيء سلام من الأكواع وأنا كان لك النسوام الرأي مارس غزوة صدي قرد قرد الهجرين دولي مارس نبي عليه الصلاة والسلام مركا لصور لدعي فرضوه حتى لما لم يرسل الجريم بالي فرضاه حتى وكبه دي شيء مركا مركا نبو مركا ليش يا مركا سهد رئيسه وقيت فضيعة كمتاسة بايع يا رسلامة قد بايعتك يا رسول الله وايضا بيدا نبو حتى نحكم نقوه قال سليه شيء دبا لقوه دي ماذا تبايعنا رسول الله رسول كم حد كله شيء زيبا لقوه دي مكال سيد على الموت دمشا كله شيء لأن ده اللي الله وضع نقول هذا مؤمن من ماشا إن أنت منع النبي رمالك كله شيء عليه الصلاة والسلام وبايع وحله شيء حبيبك سلامة ابن الأكوع سلامة ابن الأكوع يومين ثلاث مرات بأمر رسول الله بكله شيء صلى الله عليه وسلم له استغفوا وامحي بذلك أرنك وامر كما رواه مسلم مسلم سيد كوري عن وريه عنه عن أبي سلمة أبي سلمة الذي وريه وياه بعد سنة ويهد سكن حزين ووضع وحدة في مصطفى صلى الله عليه وسلم إحدى يديه الذي يستدع مرمته النفسه الكريمة في مكتجه ثم قال فأسر يا نبي عليه الصلاة والسلام هذه يد عثمان وهذه يدي تنوض عن في عثمان تنوض طيبي هذا اللي يريده بس كي تقولي ونبقى ساك في عنا هاي لا تعرف النبي له قاضي عليه الصلاة والسلام بسجع يشيد كان عجيب وهذا تعرف ساي النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يحير وهذه ثاني مواي عذرنا عن عثمان عثمان بيكا هاتي فكان وفي المغلى ذلك عرك تعرف النبي له أجلت وين مشهوده بيع هذا كوي جوبي تلك كوي جوبي تلك البيعة بيع هذا يلا الجوبي النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله يدوي حسود الجي عز وجل في ذلك بيعرى
لقد رضي الله عن المؤمنين مؤمنين إلهي وكرر هذا النقضي إن يبايعون كمرك يقول مبايعون هي تحت شجرة يدي سمرة هذا وقال وحور المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يدخل قلنا أي أحد أحد ومن من تتكلم لبايع له الشيء تحت شجرة النار نار قلنا أي فهذه ثاني بيعة الرضوان في ذهب بيعي سيويا بيعة الرضوان في ذهب بيعة سيويا سيويا سأسلو مدع ترى مركا وتقدرنا يساكوا افتراء يبو التالك يبين على ياسع وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الجوغي مالك الجوغي دوريا وحكى الشيء يجيو إن ماركتي إن كالذي يتخبضه الشيطان من المسي أو كالين يهكاسي في ماركتي شيطان كنتو جنون كخطار تيسكد عن داعي قراني من هذا الكيس ماله أصعده كاسو كالين يهي وصنكسو بنين بريغ ماركتي قف عقل ليسكد عيه قف أمون وحكى لقرانا يبيه يعانها حتى بريغه ماركا ما يسكمده وإيا وقف مرهدي ماركتي عقل قلبتي سموته وحيو عيناهن إذا وجد إله سبحانه وتعالى أسباب هذا كم يدوي قفك عقل الله سيوه فقفت تهي مرر هو رنواه شايمه قفك وحافي عن عقل يسلس تيسو إنه بدباديه وقو بدباديه سبب بدباديه وقو النقضه سبب إله سبحانه وتعالى قلبي النبي موسى فرعون علم ذو يكسكه علم اللي هو عقل العين إلهي هنوك يسكه وتسيه أسباب تهي كفه من وحي عيد وحانه عقلي أهان وحانو وكحي الليري هاي صنع آدم صنع آدم وحانو وكحي الليري هذه إيمان راسخة ويقينة أو حقيقية أو محسن كله يجريب دبلا دبلا وغدا عنا يجيكم أرجلكم من خلاف كعمية اللغة نسبة في دينكم لا غير إنا إلى ربنا منقلب بما لشيئنا سوى تنم الله تنسنا فرما أنه غطق نأدوية حوال لقدر يا مرض أما قعنا نبقو أما اللغة نبقو ربك أنه قد يومينا يقينتي وإسلام ميدان فيها الإسلامية هذا إذا قال لما كسر معي إمام كمر كمر كدونه لا يقوم حين يجري أمامه الجبال الصامخة طوره وأول نور استهجان إمام كمر كمارك إلهي قلبي يتجيه صحاب رسول الله إنك كيف أنت رجال رضي الله عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه فعنا يرضوا إليهم قضاء شبه السيزمان إلا يفقه كرام بالنقضة أيضنا كرام بالنقضة خد في الحك يد في خلي الله عنه ورضو عنه خد إلهينا كرام بالنقضة إيانا كرام بالإواصل مبدا فجال رضي الله عنه ورضو عنه خد في الجفتين هاي كقوام بده بده وتنسوا عيسين وكا نكون مع أصحاب رسول الله لا سيما الخلفاء الراشدون ولما فرغ النبي مركو كبح صلى الله عليه وسلم من مقاضات المشركين مشركين الله شيستا كودي كما سيدي قدمنا عن هريب صوشيبني شرع وحب الجلل في التحلل حلاله من عمرتي عمرتي سيوك حلاله وامر الناس تسين وامر بذلك عرقاته فشقوا ويبت عليهم كركوضاه وتوقفوا كيساجين فجاء نسخه إن لم نصحوا يقول رجك قضاه وغضب النبي هو عروضي صلى الله عليه وسلم من ذلك عرن كاسوك عروضي فدخل وحوق لي على أم سلمة فقال لها ذلك عرن كاسو أشيغي ذلك هذا سأخدعي بس دوان أمهيو ومارك مئيسا فتقاتنا ومئدر من جرده أيكيه أم سلمة ميلها نوكلي وميلها مارك مشاورة وناك جيدا لقفها مكرو نبي النيس وبنى عليه الصلاة والسلام خير خلق الله أها أي مارك في محاك إلى واحدة ومن أمهاتنا كمدة أي مارك في أتل مانتي أو خديجين هراء دي أبيدين وبدء الوحي دي كلا ما يخذيك الله أذبا وطيلها جنيس النبي عليه الصلاة والسلام أبقى نورينيسي إلهي كد الله ما إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيق وتعين على نوائب الحق قال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي ما في صحيح البخاري خديجة مركو ورك أور المحكوري خديجة نفسي لأنه عبسلي أو واحد أركي ما أنت كلا ما يخذيك الله بدل لو قد حي عام الحزن سنة دي أسينك أي فارغ مارك دعوة أي كتس في داخل البيت عجيب وي وحبك لكوك مجر
فقالت وحي تري فقالت وحي تري أم سلمة رضي الله عنها الله كراب نقل أخرج بحضي تري أنت أبيك بح يا رسول الله رسولك إلهي فادبحد يكهدي جاجة جورة وحلق حير رأسك مدى حاجة نحير والناس ضدك يتبعونك ويكون راعيان يا رسول الله رسولك إلى الزاية فخرج أبو بحي مصطفى صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك سيدا سيالي فبادر الناس ضدك يدقدقين إلى موافقته ووافقتان في تأييك الدقدقين فعلقوا وحي هيرين كلهم بنطوض وحيرتين كلهم إلا عثمان بن عفان عثمان بن عفان مويل إيا وابا قتادة أبا قتادة مويل الخال حارس بن الربع نيكي لورنجري فإنهما لبلاسي فصره ويقاب سبين ذكره الزهيني ما شاقه في الروبة لا تكون شاقه وكاد بعضهم برباسي ويقصوا بعضهم بركة لئين دول غم المرقد درسان لأنهم يرون وحيوا أركيان المشركون المشركين مشركين تبا يوا أركيان قل ألزموهم إني كل جميع صحابة بشروط شروط كما سبيع انقصوا أنا أحبوا إيهو أجعلادين قالبوا وأجابهم نبينا وقيل صلى الله عليه وسلم إليها سرودي وهذا أرنك أن نوحينا تصح مما إيه لفرض شجاعة إنكيس لمدو لحددك إيه رضي الله عنهم إيه وحرشهم بذلك هذا على نصر الإسلام الإسلام تقرقار كيسا يسيب ذلك إيه ولكن الله إيه عز وجل أعلم إيسادا بحفائص الأمور ومصالحها منهم صحابة إيسادا كور ولهذا أرنك أبرت أبو لما صرف مركوك الدومي مصطفى صلى الله عليه وسلم راجع عن سوى النغانة إلى المدينة أنزل الله إيه بكسوة تجي عز وجل عليه كيسا سورة الفتح كسوة تجي بكمالها في ذلك أرنك أنا مارس وكذا ورميه وقال عبد الله بن مسعود ورأي إنكم تعدون الفتحة إذن سورة الفتح إذا كنت رسان فتحة وحد كنت رسان فتحة مكة وإنما كنا نقوى حانا هنا دانا إصحابة النبي نعده كي كنت رسان فتح الحديدية فتح الحديدية وصدق كن بساقيد لحافظكنا رضي الله عنه الله كرابين قضي فإن الله يبي عز وجل جعل ويا ليسية هذه سن هي إذا السبب السبب أقدقي في فتح مكة كما سنذكره سأشيك دونه بعد قدال إن شاء الله تعالى وعوض وحيابة وقوبة دلي من هذه السنة خيبر بوقوبة دلي ثلاثة إياه وأهور مريوئي وتأجيل بالدجين إياه بالدجين يفصلون في غزوة خيبر ولما رجع مركو النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خيبر ويهود خيبر إما إذا نزلنا بساحة قوم فصاء صباح المنذرين النبي عليه الصلاة والسلام خيبر مركو على سيد لي المركان قلوب بنانه وقلوبها وصوكر فريسانه وابريس قلوب حماده عليه الصلاة والسلام الزريب لبغلين قلي سيئن بين المغضين ولما رجع مركو النغلي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قام بها والنقاد إلى المحرم لقدر من السنة السابعة فخرج أبو بحي في آخره سنة آخر كيبا إلى خيبر أبو بحي ونقل وحلقك ورد عن مالك بن عرف فاحي محافظ عن يام برهجري فضي الله عنه الله كراد ورحمه الله تعالى أن فتح خيبر كان إنها في سنة ست والجمهور الجمهور على أنها وعيش السبيل في سنة سابعين إنهي وأما ابن حزم ميا فعنه حل غيره أنها فرضت في سنة ست إنهي تهي بلا شك بليه وذلك أرنك سنة بناء بسموه يهودسي بشي محرم بقرة مريا على السلاح اللي سيئة فأنه هو انتبه أنه يرى حوار السنة أن أول سنين سنة لها بالوضوضة الهجرية الانسي شهر ربيع الأولين الذي قدمه صوت لفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دور السنة وما يشهر في جزيلا فتح السنة ديبو قوين يا مبته تاريخ عمر يوقت جدا بيئ اللي سنين أيه جرى مرة يا إله يا جاه ورأي السنة فصوت الله يا هجرية وقت جيبو فصوت الله يا من محرم قدم في رسول الله إلى المدينة المهاجرة ولكن لم يتابع لمرهاعن عليه كرتش لغمرهاعن إذن جمهوره يحوي على أن أول تاريخ من محرم تلك السنة أولى الإيتاي وكان أول من أرخى قف في تاريخ سماية وحأقره بذلك هجر يدا تاريخ سماية يعلى ابن أمية وباليمن كسوغن كما رواه الإمام أحمد بن حنبل في كوريه أنه عن يعلى بإسناد صحيح أنه كغوريه إليه إسادة حقه سوء سندهي وقيل وحل إرمية واسيدة وبدان عمر بن خطابة ويا سميهي فنابا كبب سيب بضم بان أمالين وإما بضان يا هستاني رضي الله عنه وذلكنا في سنة 16 سنة من حيث ما أبدأ بأهيفا
كما بسط ذلك في موضع آخر سوى كفرية من الكلام فصار صلى الله عليه وسلم يسعدي إليها خيبر حجة وصخلف وحي سقرري على المدينة مغيرة بن عبيد الله الليثي فلما الليثي فلما انتهى إليها مركز وقر حاصرها وقعدوا لي حيشنان حيشنان رحيق المخطوم كانوا ملايين يعين السب بسيط أي موجود شيء قالك حصول تصير لوك الفرقي يقار كمرد حسني يدفيس لوك الفريسان يدفيس والبيع عدي فرقي يسيد اللي يسكت لي حتى مرحب يعني علي استطابات قوي إن الحسسين فيهم بانوا ملايه في ميجوتي هاي قد علمت خيبر وأنه مرحبه شاك السلاحي بدل مجرب خيبر ويتقام عليك يعني مرحب لي إلى البيس يهوديدو قال يا هن أبو هايو يا إيسوا بحي فيه لو عامر بحي أنا صديق يا هاي عامر مركا سيسي ساقامي بلغيسة سوكمر فيه ميلة اللوغة إيش يستعه ملك ملاك ترى هذا الغش يا جماعة هالسكالي أي صوب قصته وبن تيبا ترى ترى من كيسوه ما أعرف يسوي الدليل أيو هذا الشيء صار ضوئي قد علمت خيبر أني مرحبا شاك السلاح بدل مجرب مركا مرتدي وحاء أصاب حي علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب يا صباح علي ملك نفسك قولي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كل إصابة كريه المنظرة وفيهم بساع كيلة سندرة أنا هو يلي لباحي بحسوين هذا طب مرحب لقوية قال حيدر قال يعني هو يلي أنا وير حيدر يبحسوين كل إصابة لباح كيمة وكريه كريه المنظرة أجمد سكرهاتها لباح كيمة دم هو عرشنا كوتشي عرشنا واللي هو تقول ترى ما قال عندها كسر جديدي أو كله كريه المنظر أجمدي سكرهاته هذا يا رومانتا من بدر اللي هو حب عليه وواحد جرى اللي يمكن كريه المنظر ما كاسا كوير قال يقول كريه بالسكيتشو زي بعض كان قرشيس ما تخيلني ده شد بعض دوانا نية بالسكيتشو ما يوم ما هو قادم أيه أنا أقول تقال الله يسوي لباح المركب لو بحاي دغال با لباحي رقي دحمراي دغال تنا لباح مركا قدما دا سو دغاي ايو كيرا خارا مسكتي مار دمبو من ادير كي حوي دي وي ورات وتا كو كار العينه ما هذا عرفي في وحلا دوري كاري ما هي وحلا دوري كان ما هي دي مركا كريه من درد وا واحد جري او شيغي احلى علي ما في دار قال لي انت ما هذا واحد كلك ومجيله مركا الكاسيكوت ورت خير دلكي مرحبا خير راح لك هذا الطيبه مرحبا يا الله مركي لي جيت يقول بدل كود يجرب انا وها مرحبا للدنيا مركي لي ولد عرب على سوكا يا معشر المهاجرين والانصار والله لا اذوقن اليوم ما ذاق حمزه او لا افتحن الله بيدي والله حمزه الدميي ما انت انا من الدميل اما انا خير فرانينا انا هي دواك مغلان وواكما انت صاحب حال مكان سيد الكويت علي علم هو رب موسى موسى رب جيبا قدرنا وذكر نقطه احد يفير انه يموت مركا وا لغه غوليست وا كو وخي كدعا كدعي انكو حسنا حسنا يفتحه الله ويبقى وفر عز وجل عليه كركي سوى ويغنيه وغني مسينا يحسستك ورعاه الى ضم يسر حبيبك صلى الله عليه وسلم وخمسه وكف مصبحي وقسم وقيل النساء بين المسلمين وكان وحي جملته من حضر الحديبيه جملته جملته من حضر الحديبيه ام بي اهي انت حديبيه من فقد وكليه وارشد وكيلي ان الصلاه اخرى نسكي كلنا لمصالحه الدليل سيء ولما ينوب هو حق ايمان دون ايمان دون من امر المسلمين المسلمين تامور صاد ايمان دون واستعمل اليهود يهود وكشف على سيء الذين اليهود كانوا عافيها خيبر بعد ما تاروا ذلك ارنت انت يهوديين عوضا عوض اي ويديسين اما وحي كان وها صالحهم عليه في كل شيء من الجلاء بركعنا ان يجوران ماشا على ان يعملوها ان كشف ايام ولرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
النصف النصف وصقنا له مما وحي يخرج كسب منها ثمار خيبر أو من ثمر أو زرع أما مرا جيد كويا لا أما الزرع دار كويا لا وقد اصطفى وحد النبي عليه الصلاة والسلام كدورتي من غنائمها غنيبوين كذا صفية بنت حيي من أخضر لنفسه ودورتي فاسلام الله إسلامتي فاعتقها وحري وتزوجها وبنى بها وحقبستي في طريق المدينة بعدما حل بنت حلال وركب لم تهرمها وقد أهدر وحى هذه إليه النبي امرأة نويل يوم يهود خيبر خيبر يهود يلي كمد وحي زينب بنت حارث امرأة سلام من المشكب بوعاي سلام من المشكب نوال وقيد ماشي سكوت تجيئي شاطا ناف أريا أيي أهدي يسي مصلي أولا الصلي مصمومة أولا السنية ناف أريا أولا الصلي أولا السنية فلما انتهش مركة أوغوستي من ذراعها قرب كذي أخبره الذراع وقربك أول ربع وذراع النبي جعله حديثك صحيح هاي حديث الشفاعة ينرجر مدد الناس أريا قرب كذا لسيه وكان تعجبه فالناس منها الناس وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون من ذلك من ذلك فترك المسكسة قال لك لو دعا باليهودية يهودية دي بقول يا ريو فاستخبرها وكور طوني النبي وكور رسيي وكور طوني ورمك أثمنت الشاه أثمنت مصر يسي هذه الشاة ليس كان أرجع مصر يسي لكل النبي فقال بحي سيد النعم ها فقال بحي لما أردت إلى ذلك أرنك عن حاج لجيتي فقال بحي سيد أردت وحان لجيتي إن كنت أداتها النبيا لم يضرك قدوه معي وإن كنت أداتها غيره غيرك أداتها هنا استرحنا بك منك ونكرر حيثان إنه وابتقل هيتي هذا النبي هذا نعين وكرر حيثان الله إنبا وكرر حيثان الله إنتي وكليه هديها النبي تهينا دوها لغوة رمي غير كذي فعفى عنها وسعى في النبي عليه الصلاة والسلام جعفه وحلمه نقول وحاله إن بشر بن براء بشر بن براء منك اللي ورجل الدين المعرور كان وحوها ممن أكل منها بطي غنفة ما طوض انتوى فقتلها وبلها وينيدي به ببشر بن وبلي وقد روى ذلك وحوري أبي داود مرسلا سوى حديث مرسل كان واثقا معه مرسل من استقابي من سقط وقل غريب ما روى رأي فقط بغيرية اسم الله عليك وعنى بسلامة وكور ابن عبد الرحمن بن عوف وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراقه من القتال جعفر بن أبي طالب صوكر يوى أصحابه من منطقية مهاجرة لأرض الحبشة وصحية وأمرك مهاجري حبشة مهاجري حبشة خيبر ليس بي يجب مقرن بنع كلنا أبي هريرة يقولون دوسيين تهيدو قيب يقنع وغيرا دان أهو جيبئة أيجنا يبنع كي ما دين خير للي سبيل أرجاسة وقال النبي عليه الصلاة والسلام مفتح خير بان كفرحة نسى جعفر إماتن كيسا كفرحة كأي فرح طبعا نسى كفرح بان يعني هو بقن كذا لأبن نبو لو بدأ إنه أضحه وضحه كذا لأبن جعفر عجيب وهم الأمه جاي إسلام كنفسي يو أها جعفر بن عبد الله مركز دمرت الغرب نغزوة مؤت كشهين وكي نبغ المين يمرك هو الرمي مصر عيسي وهو ينبغ عليه الصلاة والسلام وقدم وحصوك على النبي في غزوة خيبر بعد فراغ من القتال جعفر النبي طالب وأصحابه من بقي صدق كوها بناء مهاجرا إلى حالة ويهدي أرض الحبشة كوها بناء وصاحب وصحبتهم صاحب سنقال وحاقص من أبو موسى الأشعري وفي جماعة ومن الأشعريين الأشعريين تكمل هو صحبتهم في صحبتهم وكالوين يزيدون ويكبر من عيان على السبعين تضباطا إن كبرا بيئهايين وقدم عليه حوصة وقالوا النبي أبو هريرة وآخرون فوكل رضي الله عنهم أجمعين فأعباهم وكسي النبي صلى الله عليه وسلم من المغانين غنموينك كما سري أراه الله إبه وأرسي أسي عز وجل وقد قال يحني لحبيب صوباني صلى الله عليه وسلم لجعفر لا أدري مرضي بأيهما أنا أوصر مثل كان كفر أحبابنا هاي أصر يعني مجهول فعاش أنت اللي تقبلها إياه حتى نائب مصمح الله قمع عليه فبديها فبديت الذي كفرت أوك لتاس أوك لوي هي جنة إياه فلانا هدوا صروحة ما حضرنا إياه جنة أيها بفتح خيبر مياه كفر حان بقدوم جعفر ولما قدم عليه مرقوص وقلي جعفر نبي مرقوص وقلي قاموا استاجي وقبلوا حكم كذا ما بين عينيه اللي بديس إن الله
وقد استشهد وحاكو شهيدي بخيبر وحاكو شهيدي من المسلمين المسلمين تحقوا نحو 20 لبات وحدوا رجلا رضي الله تعالى عنهم الله كراب النقض أجمعين ودرسوا الله كراب النقض فصل في فتح فدك ولما بلغ مركو جاري أهل فدك فدك بك جوبي ما فعل وحفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مركو سوق جاري ولما بلغ مركو سوق جاري أهل فدك فدك أهل كذي ما وحي فعل أوفلك ما دني ومفترية يلي المسلم كذا بلغ فاعل كذا ماشي كجيرة أو فعل رسول الله وكله صلى الله عليه وسلم فاعل في بلغه نقن بها الخيبر من كسوة داري بعطوا ويبنين إليه يبلغ رسول حصول حيا وقد البيع فأجابهم وأجيبه فكان الوحى مما وحي لم يدف المسلمون المسلمين فإشفوا قبصين وكوك عمين عليه يكون في سيد خير ولا ركاب فردية جديد كالطورة ووضعها ويبزي حبيبه صلى الله عليه وسلم حيث ماشي أراه الله ويهبه وأركي عز وجل ولم يقسمها مقيدين فصل في فتح وادي القرى وادي القرى فرشدي في أي فصل كان يود وياه ورجع أول نقض إلى السورة دوائل إلى المدينة المدينة ورجع أول نقض إلى المدينة على وادي القرى وادي القرى كرك كرك هذا يقول نقض مدينة أنتم نقض وادي القرى في مرين فافتتح وواف فرطة وقيل وحلير إنه النبي قاتل فيه وكنت قالمي فالله أعلم إلهي وقف سحيحين وحاكوه إلي أن غلاما ويل أدوانا لرسول الله وصبنا صلى الله عليه وسلم يدعى لهم قعبا ميت عاما ندعم له بينما جبا هو إسه يحب أريده رحل رسول الله رسول كإلهي رسول كإلهي فردسي حمانت على الرحل حمانت في إجاه وحاكم سهم غرب لب هبوء أي كيل فقتله وادلي لاب استهدى فوق وص على صبعي فقال ما صدق كذا وده هم لأنه الشهادة ألا لبذات وأصد ما بين حيا لو شهيدي يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحرك الله والذي نفسي بيده إن الشملة معوسي التي معوسي أخذها أوقاضي من الغنائم غنيمينك لم تصبها المقاسم يضم قيدي ولكد عم لا تشتعل ويهوريسا عليه كركي سيكوهر النارا حاليسا يهوريسا وهوريسا معويسي وضبعة ايه كده حجرة كوهوريسا ويهي وكركراسي الحديث يسكوها في دكتوره وكالي كركرا وحانا كي يتقلب في النار لأجل عضاءة غلها انت الله معي مالك خيانه السيد هذا ايه مالك مصائب قوني او تهي يا الله ما بيقول الدنيا الزوش هذا وبشتبتك اشهاقي وقوه رمي إن ذلك اللي هو عذابي وحاقوه بذاني خيامه وهي خيامويك إيه حولها الله دعوه إيه لحظه إيه خفية دوريب الله قاعده إيه أقوب بذان سيدة سرطة لحظه إيه الله قاعده نعودون وحسي أما مشترك هم نفضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يكون يري أما ما مخصوص هم نفضه أو مارك وح جار ليليه هم نفضه مارك وح كسته الله قاعده وقال خفية الله قاعده خيامه دي سابدان هذه حسوية سي محانكو داما حوالا دا قفو كوبا كورانا حديث وآرد وعام وهو عجيبة أيام كبهل كانا كسواروية لذي كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به كيرب كسته ونار وكوبا شيء حرام وقير يوم نسكري أشي قفكي ما وقع يلانا حوالا ددو محاضو معي وقع يلي حوالا ددو ساعة شورت الشقادة قسم داها إشتقب رحشة حواله دولته ونبو اسكاقوني وأمارك وحي جديينها وحي الله سيئ لها دكا وحي لو قد إلهي وحن بكسة حساب حرايرة ومكاسة وثير هذا وكا يا مالكا هاسي موقتهي واتو النبي إليه هيلي بكا نار باقوين إسلام عليه الصلاة والسلام فالنار أولى به إلهيها إنك إلى علي فصلوا في عمرة القضاء عمرة القضاء رجل سنوتهي إن شاء الله بيننا عمرة القضاء ولما رجع عمر قصان نغضي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أقام بها ونقى في شهر ذي القعدة بشهد القعداء يكنقى فخرج وبح فيه بحديثة معتمرا لسقى عمرة القضاء التي قاضى أكله الشيء قريشا قريش عليها قرتين أكله الشيء ومنهم وحاكمل من بد
يجعلها كيالا قضاء حيالا صحابة قضاء قضاء عن عمرة الفريدية كيالا حيث ماشي سد اللقوء أيدي ومنه حاكله كاملا من يقول بدني لا هذا عمرة القصاص بعد الأورنج ريو في كلا الله قصاص لغة قصاص هذا كأنما انت عمرة ما العزاء اللي يتري قصاص هذا يا الله هلا وكلا لقد يقول كل صحيح أبنى إذا ما صحيح يقول حيالا أبنى الأدماء بعيا الله قم دعاها مجرء ورل ويريوية فصار وسعد المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى دار مكة فأتمر عمره يسوى بافة بالبيت وطوافي وتحلل له حلاله من عمرته وتزوج وحبه حبيبه بعد حلاله حلاله في سكبت بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وتم في ثلاثة أيام فتح دي بعد ما يسرتي ما ثلاثة أيام فتح دي مع الموت بعد ما يسرمي فبعث إليه وأصوى الدرين المشركون المشركين في عليا علي بأصوى الدرين رضي الله عنه يقولون له يقول أخرج بح من بلدنا مقال هذا يذا كبح فقال يحيري وما عليهم كركوضة محمد الله النبي بقوله لو بنيت هذا نسكت استبه ميمونة عندهم أكثر والمحاق لو بارئ أهلا لأو حبيث جرين وحاضر مدارين وما لأل عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما حابدوا قاد لها دي إلهي اسكر رميان يمارين تأسي آخراء الرميان ووح إلهي كو أرزق ووح كم إذا أي بحيان إذي إلهي أقول حقوق البؤ إلهي حارض أي سميان حقوق البؤ إلهي فهذا هو يجيب عليه النبي عليه الصلاة والسلام كركي سوي كثير ذلك مفاوضة أي أرنفع أصابا لكي شديدين وقد كانوا وحي باعها ينخرجوا كوي كبحي من مكة مكاء يكبحين حين قورتي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم عداوة عداوة وبغض النع له حبيب كاي وقضان فخرجه وصابح عليه الصلاة والسلام فبنى وحقود انت ميمونة وصل حديث صحيح عنك قصدا أدخل بيدي بصرف الميشة ليلاله ورجعوا النقضي إلى المدينة مؤيدا منصورا يسبع الحجي وولد اللوبر قاري فصل في بعث موته الله أعلم.